حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة عن تنسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. وللمشاركة بالبرنامج تقدرون تشاركونا بالأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة هنا، وتقدرون تتصلون بنا مثلا من داخل العراق، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين أسفل الشاشة. أما من خارج العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي موجودات هنا أسفل الشاشة. فعدكم ذني الأرقام الاثنين واللي قبلها من الداخل اثنين أربعة للاتصال. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا، هذا راح يطلع رقم الواتساب. هذا الرقم غير مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل به مكالمة، ما أقدر أستقبل به رسالة صوتية، وما أقدر أشغل فيديو. فاللي عنده فيديو يريد يدزلني يدز لي قناة الرافدين لا يدز على هالرقم. أكو الشريط الأبيض ده، شوفوا اللي جوا الرقم مال واتساب بيها سوافات معتقل في سجن التاجي، هذا الشريط تابعوه. بنهايته أكو أرقام اثنين لنافذة أنت ترى أي شخص وأي مواطن عنده فيديو، عنده شيء يريد يبثه على قناة الرافدين يدز إلى رقم نافذة أنت ترى. أما هذا الرقم اللي تشوفوه هنا هذا مخصص للبرنامج، اللي عنده مناشدة، اللي عنده كلمة، اللي عنده رأي بالموضوع اللي نطرحه، أتمنى يكون يدزلنا رسالة متبوعة باسمه ومكانه في حال ما قدر يحصلنا على أرقامنا الثانية. اليوم مفوضية الانتخابات اللي من المفترض هي المفوضية المستقلة بالانتخابات اللي ما لها علاقة بالأحزاب ولا بالمحاصصة الطائفية. طبعا المفروض نحكي، ما نحكي بالواقع لأن الواقع بعيد كل البعد عن هذا الشيء. المهم أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية اللي صارت يوم 10 تشرين أول الماضي، يعني تقريبا قبل شهرين إلا كم يوم. فنتائج الانتخابات تقول أنه ما بها تغيير، مثل ما هي خمس مقاعد بس تغيرت، غيرها الخمسة ما تغيرن. فهذا الشيء اللي رفضته الأحزاب والكتل السياسية. وإضافة إلى ذلك، هادي العامري أبو تحالف الفتح هدد بالتصعيد إذا اعتمدوا هاي النتائج. فأنتوا شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ أحمد من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بس أريد أنا ناشد وزير التربية. نعم. أريد أناشده عن الدور الثالث والعشر درجات. هاي صار لنا جد الناشد بالدور الثالث وما يفعل ينطيه، يعني وزير التربية، والريد العشر درجات والدور الثالث أن ينطيه بسرعة. أخ أحمد. بالنسبة إلى معاناة الناس مع وزارة التربية نتيجة الوضع الصحي كورونا، نتيجة اللي صار في السنتين الماضية، الدور الثالث يعني أنا وياك، بس العشر درجات يعني واحد يعني ما ناجح بدورين أو جاب 40 ويطوع عشر درجات ويصعد، يعني شلون يصعد؟ إحنا غير المفروض نصعد اللي يستحق. أي هو أنا قد ماخذ 40 وهم عندهم خمسة. وصلت مناشدتك، أتمنى من وزير التربية يسمع مناشدة الأخ أحمد حول الدور الثالث والدرجات، وأتمنى يسمع مناشدتك هذه ويجيبك عليها يا أخ أحمد. اي وبعد ان اسعنا يعني طلاب اسعنا هواية يعني جاء داون مدارس، بس شنو كتب ماكو. هم الوزارة يريدون منا ازيان شعر، يريدون منا ازاي، وهي يعني تروح على المدرسة كتب ماكو. ماكو يعني كتب، من يقوم المدرس الطالب يقول له على مود التحضير يقول له استاذ ما عندك كتاب، شلون بيها؟ اي شلون بها يعني هسه انا طالب المدرسه يحط له صفر بالدرجه اليومي، شلون يعني يقدر الطالب؟ اريد منهم من وزاره التربيه ان تصرح كتب. نعم وصلت المناشده ايضا الكتب. نعرف انه اكو مشكله في الكميه اللي وزعتها وزاره التربيه لانه هي تكفي نصف العدد الكلي للطلاب العراقيين. شكرا لك احمد، اتمنى انه وزير التربيه او الحكومه العراقيه يسمع مناشدتك ويجاوبوك عليها. نرجع إلى موضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا أنه يوم 10/10/2021 صارت انتخابات. هاي الانتخابات اليوم أصدروا النتائج النهائية مالتها، لأنه أكو طعون، أكو
اكو 1436 طعن من كتل، وقالت احنا ما نتخيل نفسنا خسرانين. طبعا ما اعرف شنو اللي صار وراها او ليش هم ما يتخيلون نفسهم خسرانين، علما انه 80% من الشعب العراقي قاطع هاي الانتخابات. يعني هم بال 20% او اقل من ال 20% ما قدروا يحصلون شيء. على كل اللي صار هسه انه اكو تهديد، يعني هادي العامري بصريح العباره يقول اذا تعتمدون النتائج هاي انا راح اصعد. يعني هو لا همته عمليه ديمقراطيه ولا هم العراق ولا هم شيء، هم الكرسي. انتم كعراقيين يعني هاي الانتخابات شلون تنظروا لها؟ وشلون تنظرون للوضع اللي دا يصير بالعراق؟ وشلون تتوقعون مستقبل العراق راح يصير؟ ضياء من الفلوجه حياك الله. السلام عليكم. شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. اخبارك يا الغالي؟ تحياتي قناه راف الدين لك يا طيب. شلون حياك الله اخوي؟ تفضل. نعم والله صار موضوعك على الانتخابات اليوم غير الانتخابات الشعبيه انت. نعم والله صاد هم الفازة والما فازة ما راح يسوون شيء. فأنا أقول لك هذا كل واقعين، لأن إحنا شفتها من الأربع سنين ده. هاي والله صاد يعني هم هسه البلد دمروه ووقعوا. تبي اليوم واحد بغداد باع ابن من العسر يقول ترى أنا قال يعني لا حس والله أنا مش حتى من كرشاش. يعني صاد هم وان يدعمون الفقير وان يحاربون البطالة وان يحاربون المستشفيات. يا صاد والله العظيم يعني الألف حفرة صار المستشفى لله طعام. احنا ما شاء الله ترى بيد الخير العراق، احنا على الخير واحنا البيد، بس البيد بيدنا بيد الحراميه ما يقدر مدينا عليها. نخاف من مدينا من ضريب والله والروح يسوى علينا بس نقول يا ابا يعني انت راح تراح ان شاء الله تصعد وانتخبوك وانت تقول انا نزيء وتقول انا والله ابن البلد هذا وقيلتي على البلد على الفقير. يعني هسه تجي باي كلمه تلاقي يا استاذ مجادي يعني دق الجامعه عليك ما انطي، دق الجامعه لو رش مي على الجامعه تعال انطي. يعني هي وهي هاي ظاهرة. وهذا البلد الغني العراقي هو احنا اغنى بلد. يعني صار الناس تحكي علينا وتحكي على باقي الدول. يعني اتعرف لواحد استاذ صعدي اليوم عبري في الجليل قال لي جلك الله بامريكا مات حيوان طعم الشارع وحضر واحنا تجي تقسم عقوطه ولا حد يقول لك بتسوي ليش شنو هذا الامان ماكو كم يقول شيء علي هسه تنفش تشاور بالشارع بعد شاور انا بكير والله واحد ما يقول يضحك علينا التكسير اسحب علينا الساعه جزء والله يقول شعله يعني فيا استاذ والله تحشي عمي شو تقول عراق يوم مصيبه استاذ. يعني اليوم واحد بغداد باع ابنه على مود الماده العسر يجبر العسر يخليك تسوي يعني والله استاذ المستقل باع ابنه ليش؟ راح يجينا واحد نعم باع ابنه ليش؟ بس الله يجينا واحد من نعم اقول لك اخ ضياء باع ابنه ليش؟ والله من العود شو يسوي؟ يعني انت شفتوه يعني والله من العود وقف بالشارع وقال انا غالي شو يسوي ما عنده يروح يبوق يقلب لو يقف بالشارع لو ينهب لو يسوي جريمه يقول لك هاي شو اسمه الغنى غالي الغنى عفوا الغنى غالي واحد يبيع دمه والحمى غالي والله لو اقعد اجد بالشارع ما اسوي شيء. فعمي انا يوم يدق عليك وصرت يعني صديق وياك بس المستقبل مثلا شو يسوي؟ من نار قلوبنا حكومتنا صدوا على الفقير ادعموه حكومه انطوا انطوا المطلقه انطوا احنا ترى خير ما شاء الله تقول التراب العراقي ما شاء الله يطلع خير ذا بس شنو بيد الحرام من مدينك تنظر شلون محصور حاطه جدوى من ينقر يتشلل يجدوى بعد ما تقدر ما عندك بس الله يدك بعد والمتكر الله بخت الله يجينا واحد من الجوائز يا استاذ ان شاء الله ويلتلوا على هذا البلد يامنه يمطي خيره بكت الله شرواكم بشكرك استاذ والمتكر الله والله احنا يوميا شكرا شكرا لك اخ ضياء. اليوم الـ يعني المفوضيه العليا للانتخابات المفوضيه المستقله العليا للانتخابات تسميتها الرسميه يعني قريت ما قريت شيء تقول انه نتائج خمس مقاعد تغيرت اربيل نينوى كركوك بغداد البصره خمس محافظات يقولوا انه التغيير مو بسبب انه اكو شيء تغير او انه غلط بالحساب او اكو غلط بالعد والفرز لا يقول لان اكو نتائج بعض المحطات الغيت فصار اكو حدوث فرق بالاصوات ما ادى الى صعود خمس اشخاص مكان خمس اشخاص اخرين. مع ذلك اتمنى ان المفوضيه مال الانتخابات تنشر نتائج الطعون والفروقات وين وليش صارت الفروقات وليش لغت أصوات المحطات وشنو السبب
ابو علي من الناصريه حياك الله. الله يسعدك اخوي، شلونك؟ مشتاقين، عاش مشافيت. حياك الله اخوي العزيز، اشتاق لك الجنه. الله يخليك، الله يخلي هاي الاذاعه، الله يخليك، حمل الله وديك. سلمك. هاي الوطنيه. سلمك ربي، تفضل يا غاتر. استاذ شوف حبيبي، ارد اخدمك. اخدمني. ارد اسولف وياك انا. اخدمني يا اخوي. هذول يعني هو السعادة من يتعارك على الكراسي، وهذا ماكو العامري من يتعارك هو هسه، هو هم هسه هم اللي القتلة مات المظاهرين، من قتلهم هم هذول اللي هم هسه الميليشيات، هم هذول من ضمن القتلة اللي قتلوا المظاهرين. المظاهرين يعني هسه هو هذا يدور حكم، هو هسه ما يشوف الناس هاي الجوعانه. يعني ايران المدلله والشعب دالين. يعني زين عمي، شوف خلنا حاجتك يا استاذي، هذول كل الحكومه هاي فاشله، هذول يعني هذول مو مال حكم، هذول كان النظام ما بخليهم هنا. هسه من تحكي وقالك انت من جماعه النظام، احنا نسولف الحق هسه، احنا ما نسولف الباطل. يعني هم ذولا من كانوا بالخارج، يعني كان العراقي ها يعني مو الاحترام، وش يعني زين الاحترام، مدرسه زين يعني مدارس بيئه نظيفه، مدارس هم نظيفه زين، مستشفى هم نظيفه، علي بهمكو لك احترام، لا يطب لك ايراني لا امريكي. هسه من تحكي وقال لك انت من جماعه النظام، عم احنا نحكي الحق. احنا هسه تدري شنو؟ قبل الواد مصيح احنا ما نريد النظام، هسه اكو ناس قالوا عم احنا نريد النظام، تحكي وقال لك انت متبع لهم. هسه اخوي داعش ماكو، اكو هسه داعش بالعربي ماكو بالعراق، زين انت مو داعش. البنى التحتيه مالت الموصل ليش ما يسوونها؟ يعني انت لبالك هسه انت من تطير لايران تخلص، الله وكيلك ماكو. الشعب يعني متحلب بيكم والدم ما يروح، الدم مال الشعب ها، المظاهرين المشانق موجوده، الله وكيلك الدم ما يروح. يعني وين يطيرون دوله؟ لامريكا هم وراهم زين، يعني وين يطيرون؟ يعني الله وكيلك ايران توقع ما تدوم، الله قوي. عرفت؟ لما هسه هم ذولا يعني الدولار منهم صعد ياه وامي، زين الطياره هاي من طارت بلجت من القمر وضربت، كلش يعرفونها. زين انتم ويا الفقير تروحون؟ المظاهرين هذول الميليشيات الباب الخضراء قبل مده مو ضربوهم، الجو احترق. المظاهرين الوطنيين الجوعانين اللي ما عندهم احزاب قتلوهم، قالوا ذولا من الجوكريه، ذولا من البعثيه، زين تهموهم يعني مزيفه. انتم ما تخافون الله يا عم، انتم مو مالحكم، انتم انتم ناس يعني مال اول عشان ما تسمي الواحد، شان واحد يشتغل قهوش عد الصدر. كل صار كل معممين صار قاده، كل التحاشين وحاطله زين ميليشيات وقت البيت بالوادم، والله الله وكيلك ما انطق راسكم، الله وكيلك يعني نحاسبكم واحد واحد. والدم ما يروح، لو ولد الولد ما يروح المشانق، الشعب يحاكمكم. لا تكيفون ترى توقعون، ما الله وكيلك ما تدوم لكم. يعني هسه التمن التمن هذا التمن يجيبونه من الخارج، وهذا العراق هو ابو العنبر التمن، يعني زين يبدلونه ذولا التجار الفساد الاداري والمخدرات والكحوليه زين منتشره. يعني وين الضوابط؟ وين الشرعيه؟ الشرعيه مات المراجع، هاي الظاهر مروسه المراجع المرجع بس ياكل ينام ويشرب، ما ينطق هاي المراجع. احنا عمي مراجعنا مو عراقيه، مراجعنا عجم، الله وكيلك مو عربي زين. مرجع ما تفتهم حكي من يحكي وياك، انت تمنى طب لنجفك واحد ما تعرف حكي ايش يحكي وياك زين. افغاني كلهم معممه وطوهم البيوت تحت اللي بيتهم هذول، انت ماكو يعني بالحامه مال الجيش صار غطوهم زين البيوت. والفقير وين يعطونه؟ يم البحر، اكو منطقه يسموها ماكو مظلوم.
والمو عراقي وين يطونه بالعراق؟ هو مو عراقي يطونه أحسن مكان. شنو دول يعني من ملة؟ يعني والله ملينا. الله ينتقم من بوش من جاب من جابه ملينا. الله هذا لا يخلى أمريكا من أمريكا. نعم شكرا 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 لك أبو علي من الناصرية. من أبو غريب أبو علي حياك الله يا أبو علي. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظكم ويحفظ حارس الضار المرحوم ومثنى حارس الضاري. حياك الله أخوي. الله يحيي حارك. تفضل أبو. أنا رحت للمستشفى مال أبو غريب. أي بنتي عندها بلاعيمة بلاعيمة. نعم. على مود على مود أسوي لها عملية. نعم. المستشفى أبو غريب طلب مليون ونص. مليون ونص مستشفى أبو غريب. هذا مستشفى لو بس مال الجنايز يمطون شهادة الوفاة. يعني هذا أهلي لو حكومة. وانتوا تعرفوني يا قناة الرازدين يوميا اتصل فيكم. أنا أبو علبي جرايد. حياك الله. واليوم راحت زوجتي وبنتي على مود تسوي العملية وذبت لها 50,000 لا ماكلة ولا شرب. ومن برا وانا عايش على الجرايد. عايش على الجرايد غير واحد انا قلت ابو المثل هذا المستشفى الاهلي يعني مخصصينه بس للجنايز تطلع شهادة الوفاة من المستشفى ابو غريب. شلون يعني الدكتور يتواعد ويا زوجتي يقول لها تعاي بغير مكان واسوي لها العملية. يعني يصير هيجي انا يا عالم يا ناس انا ما عندي ابيع جرايد. قضيت عمري ابيع جرايد بابو غريب وكل الناس تعرفني. يعني يطلبون مليون ونص على مود بلاعين وهي صغيرونه. جابوني يا عالم يا ناس يا اهل الغيره يا اهل الشرف يا اهل ابو غريب الطيبين يا طلق السامعي يا كريم ابو سودة يا فلان يا علان ساعدوني انا بيع جرايد كلكم انتم تعرفوني. ليش كان يطلبون مليون ونص مستشفى ابو غريب؟ واعرفهم كليتهم حتى اهل الصيدليه تقريبا بيهم مليون صيدليه بابو غريب. نعم. يعني شو يصير هذا الحكي يا طلال الزامعي يا كريم ابو سودة ما تسمعوني؟ وجزاكم الله الف خير والله يوفق قناه الرافدين بجاه محمد. حياك الله اخوي العزيز. علي من الناصريه حياك الله يا علي. حياك الله اخوي السلام عليكم بعد قلبي. عليكم السلام والرحمه والاكرام يا روحي. بعد روحي تحيه فخر واعتزاز من ارض ضيقه من ارض الناصريه الحظه الولوكم الطيبه. حياك الله اخوي العزيز وتحية فخر واعتزاز بولد الناصرية وأهل الناصرية وباقي مناطق العراق. أروح على الإشغال الصبح والمساء كل يوم ابتداء هاي إلى من بغداد ومن بعد بغداد من الناصرية لا فاضل. نعم. بعد قلبي إحنا شو نسوي؟ يا أخي إيش نحكي وش نقول؟ يقول أسمعت لأولادي تحيا ولا كل أحياء لم تنادي. صاير اخوي عسير حمارحي الله وكيله لا رواتي لا كمية لا غيره لا عمضاله ما مو ظلايم اشتعت وكي تقول بس نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعنك يشاحت رطوط العمر وعسال الله وعن البيت يوفقكم ويسدد خطاكم ويوصلكم على القوم الكافر. حياك الله اخوي العزيز حياك الله. يوسف من كربلاء حياك الله يا يوسف. يوسف انقطع الاتصال بيوسف اتمنى يرجع لنا مره ثانيه حتى نسمع. عضو تحالف الفتح مختار موسى ويقول المرحله الجايه راح تشهد تصعيد حاد جدا من قبل المحتجين على نتائج الانتخابات من عناصر الاحزاب والميليشيات اذا ما تم اعتماد نتائج الانتخابات ذاتها من قبل المحكمه الاتحاديه. انا اريد اسال سؤال واحد. هسه بكل بلدان العالم يصعد واحد اوكي اكو دول مثلا الرئاسه مالتها دوره ودورتين بعد ما من حقه يرشح
اختصروها عليه بعد ما من حقه يصعد مرة ثانية. لكن اكو في بعض بلدان العالم ما عنده دورة ودورتين يعني يوصل الى مرحلة من المراحل ويقولوا له خلص خلصت، يطلع ويعوفها ويروح ويجي غيره. البلدان النامية بالعالم يجون رؤساء ويروحون رؤساء، وتجي أعزاب وتروح أعزاب، ويجون برلمانيين ويروحون برلماني. ليش بالعراق لازقين وحاطين سيكوتين بالكرسي ويقول لك ما أطلع؟ يا أحرق الدنيا وقتل البشر وياي يا ما أطلع. أبو ياسين من بغداد حياك الله. تحياتي لك أخوي لقناة رافدين. حياك الله أخوي. اخي هذول ماخذين العراق مثل ما يقول اقباله، اكو هاي ارجوها العماله نعم ماخذين اقباله كل عندهم يريدونه. هذول اخي اجوا بال 2003 من طار احتلال العراق من قبل امريكا وايران والصهاينه وشكوا دوله تكره العراق. هذول اجوا باسم التجل، شنو هذا اسمه مالكي باسم المالي، هذا باسم العبادي، هذا جعفري، هذا خزعلي، وشوفونه يا العراقيين وبالجهه الثانيه شوفونه اهل الجنوب، احنا شيعة من عندكم وبيكم. واكو ناس ضعفاء استقبلوا هاي الالقاب الدجالة شلون يكسبون، وهم بلشوا ضربوا الاماميين، ذبوها بروس البحثية وضربوا وضربوا وفجروا بروس، اخر شيء الله سبحانه وتعالى كشفهم امام الناس اللي شوية ضعفاء المخ، كشفهم امهم انه دولة مجرمين، هم اللي دمروا البلد. فانتوا شلبتوا يعني بالكراسي، انتوا يعني انتم ما شبعتوا مو حتى السمكه ما خلطت من يمكم، حتى النخله قصيتوها، حتى الطير هجرتوه، البشر قتلتوه، المحافظات هدمتوها. انتوا شنو من يعني شنو هالحقد؟ يعني هسه اني حتى لو بيت اكره راعيه من اكل بهالبيت يعني يغدر بي هالصينيه تغدر بي الماعون؟ انتوا شنو انتم من بشر؟ يعني اخي والله انا بتعجب بيهم. يعني هسه هذا العراق هو مالتكم الذكرى مالته صار 18 سنه، يعني ما شويه غصيتوا ما قلتوا يابا احنا جرمنا واحنا مشينا مع دوله تكرم بلد، هل تغدر بينا هاي لقمه؟ انت شنو انتم من طينه؟ يعني انتم بس اريد اعرفكم انتم ايرانيين لو عراقيين؟ اخي والله عجيب انا متعجب بيهم. بس اخي هذول نص الشعب ترى وياهم، يعني حتى لو اكو واحد لحتى وراي يعني اخي نص الشعب وياهم. انا عايش بالعراق وما تقدر تحكي، ما تقدر تجيب طاري طاري مقتدى، ما تقدر تجيب طاري المالكي، راسا يقتلون. اخي هو الشعب اللي شايلهم نص الشعب، فشويه اصحوا انتم، انتم مو على مود 500,000 600,000 تخربون بلدكم، مو هذا مستقبلكم ومستقبل اولادكم وسابقا مستقبل ابائكم واجدادكم، ومن تموتون تندفنون بهالبلد. شويه حسوا ترى ما تفيدكم لا العمامه ولا يفيدكم الا بالقاص ولا تفيدكم امريكا وايران والصهاينه، هذا بلدكم شويه حنوا عليه. هو البشر قد يطول عمره خاصه العراقي 60 بالزايد 65 سنه، شويه شوفوا شفقه ايجابيه لصالح العراق هذا. وانا اشكرك ابو يطول عليك. شكرا شكرا جزيلا لك ابو ياسين. يعني مو هي ابو ياسين والمشاهدين الكرام، المشكله انهم يعني يجون يعلنون نتائج الانتخابات، مثلا اليوم قالوا اعلن النتائج النهائية، اكو خمس مقاعد تغيرت في خمس محافظات عراقية من ضمنها بغداد البصرة. لكن المشكلة وين لما يطلع لك تصريح مثلا واحد يقول احنا جينا بالديمقراطية، احنا منتخبين، مثلا هذا العامري هواية قالها، انا انتخبوني الناس صعدوني، انا صعدت بالانتخابات، انا صعدت بصندوق الاقتراع. زي من يجي يهدد اليوم ويقول اذا اعتمدتوا هاي الانتخابات احنا راح نصعد، احنا ايش نفتهم هسه؟ اتمنى تجاوبوني، الشعب ايش راح يفتهم من الموضوع؟ صباح من بغداد حياك الله يا صباح. شلون افهم؟ شلونك اخوي؟ الله يسلمك. طبعا الانتخابات كلها كرأي العراقيين ما مقتنعين بها، لا نزاهه ولا ديمقراطيه طبقت بالانتخابات اللي من بعد 2003 ولحد الان. والدليل على ان نفس الوجوه الكالحه الفاسده السراق القتله هم قابعين على كل كراسي الحكم سواء بالبرلمان او بالحكومه من شكلها. وتشوف الصراعات بالانتخابات من تعلن النتائج اللي احنا اغلبيتنا ما رحنا، يعني ما لقينا شخصيه وطنيه انسان وطني شريف نروح ننتخبه ونزيه لا بالسياسيين السنه ولا بالسياسيين الشيعه. فاحنا مقتنعين قناعه كامله ان ماكو احد يمثل العراق العراقيين، يعني كلهم ناس فاسدين وقتلة. على شنو ننتخب؟ الانتخابات هم بس جمهورهم سواء بالحشد
سواء بالوزارات المستفادين من عندهم او بالاحزاب ومستفادين طيب منهم. طيب اخ صباح، المشكله مو هي هسه هنا وين؟ احنا نعرف انه 80% من الناس رفضت هاي الانتخابات وما راحت انتخبت ولا طبت للمراكز الاقتراعيه. جمهورهم اللي صار نسبته بالانتخابات الاخيره اقل من 20%، حتى بجمهورهم هذا واللي هو اختار يقول لك اليوم الانتخابات اذا المحكمة الاتحادية أو المفوضية العليا قالت هاي النتائج وعلنت النتائج مثل ما تعلنها هسه، احنا راح نصعد. يعني بما معناه احنا راح نتخذ إجراء آخر، والإجراء الآخر احنا شفناه لما انقصفوا بيت الكاظمي مثلا، فش راح يسوون مثلا؟ يعني يسوون تصعيد بالتفجيرات هاي المفخخات، وثاني يوم تتبناها ارهاب داعش، سواء القتل، الخطف، الفوضى، ضرب القواعد الامريكيه، ما عندهم غير شيء. تجيهم اوامر من ايران للحشد، للهيئه الحشد، يعني ماكو ميليشيات، هو الحشد نفسه ميليشيات. تجيهم اوامر بالتصعيد والضغط، وهسه حاليا هم ضاغطين من واقفين بباب البوابه الخضراء وشالين حركة الحكومة الفاسدة. إذا هذول جاي يضغطون المفوضية السامية اللي ما تقدر تصادق على الأصوات البرلمانية، يعني تعطي قرار نهائي بالأصوات ما تقدر. ليش؟ أكو عليها ضغط وتخوف، لأن مخترقة من قبل فتح، ومخترقة من قبل الحشد، ومخترقة من قبل حزب الدعوة، وأيضا القضاء الأعلى بقيادة ورئاسة فائق زيدان الدعوتي أيضا ما على أي دور. المفروض أنت شلون صارت انتخابات، ثاني يوم ثالث يوم تعلن النتائج بما أنكم جبتوا أجهزة مليارات الدولارات، ملايين الدولارات، وخسرتوا عليها. المفروض العد يكون إلكتروني. وين الإلكتروني؟ وعدتوا يدوي. للتأخير هذا شنو؟ تأخير بالمصادقة على أصوات شنو؟ شنو يدل على أن الفتح وحزب الدعوة والحشد ضاغطين على المفوضية العليا للانتخابات؟ ما تقدر تعلن ولا الصادق، يخافون من عدها من التصعيد، لأن هي بديهم مخترقة. هاي الأصوات اللي جاي يأخذوها من البصرة ومن بغداد ومن غير مكانات، كل المستقلين، ويسقطون الناس اللي يقولون احنا صعدنا بأصوات في سبيل يرضون بس هادي العامري وقيس الخزعلي والناس الولائيين. يريد يرضوهم يوميا، يطلعهم خمس مقاعد، مقعدين، ثلاثة، في سبيل يصير لهم دور في الكتلة الأكبر، أو في سبيل هم يشكلون حكومة. هذا طموحهم. هم انصدموا من شافهم هاي الأصوات اللي جتهم القليلة، لأن هم مرفوضين من قبل الشعب. سابقا قمعم كل المحافظات الغربية، وبعدين من صارت ثورة تشرين قمعم المحافظات الجنوبية بالكاتم وبالخطف وبالقتل. فالشارع العراقي يعرف هيئة الحشد والميليشيات ناس ولائيين، ناس قتلة. فهذه الأصوات اللي ما أخذوها الشارع كرههم وعرفهم ناس خونة وعملاء، وكل الشارع العراقي صيح إيران برا برا وبغداد تبقى حرة. هاي لها تأثير عليهم. هم ما صعدهم بالانتخابات ما قدرهم يأخذوا لهم فتشي يأسلهم اللي يشكلون الحكومة. فهاي الصراعات راح تستمر، والصراع الأكبر على كرسي رئيس الوزراء. من راح يأخذه؟ الصدر الفاسد لو يأخذ المالك الفاسد، فراح يصير صراع بعد أكثر. والضحية، المشكلة الضحية لو بس هم كميليشيات وحشد والصدرين حلوة وزايد بيهم، لكن الضحية هو المواطن العراقي البريء سواء سني أو شيعي. راح يروح بين الكواتم مالتهم والعبوات اللي يفجرون العالم بيها والمفخخات، وأخوهم داعش ثاني يوم يتبنى الموضوع. يعني الحشد يفجر وداعش تتبنى. شكرا شكرا لك أخ صباح. يوسف من كربلاء رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا يوسف. يوسف تسمعني؟ يوسف السلام عليكم حبيب قلبي. يوسف عليكم السلام والرحمة والإكرام، أتمنى تنصيل لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون أوضح. أنا بخدمتك كمان. نعم السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. الله يعزك ويعزك. جاي شاهد الثاني اللي أسمع الكلام وشي على الانتخابات وحدث الانتخابات وصارت الانتخابات زين. احنا شنو اللي مستفادين هسه بن عمي من ذاك اليوم لليوم؟ ايش كم دورة بدورة، ايش كم رئيس وزراء برئيس وزراء؟ المواطن العراقي شنو اللي حصله من هاي الأمور؟ التجاوبني أخ يوسف لأنك واحد من المواطنين. يعني انا اللي اعرضه احنا هسه اللي عايشين بالعراق
نعم عايشين واحد على الثاني. احنا الدوله كل شيء ما موفرت لنا، لا من مستشفيات، لا من مدارس، لا من شوارع، لا من خدمات. يعني ماكو شيء جاي يشوفه انه هو جاي يصلح من الدوله، الا ابسط مطلب عندنا اللي هم جاي يضبطون لنا شارع مثلا او جاي يسوي لهم شيء كلش بسيط. مو اخ يوسف، يعني المشكله مو بالشعب هسه، المشكله مو بالشعب، المشكله هسه اللي صايره هذا العامري يقول. نعم. مثلا ابو الفتح يريد 10 يصعدون. نعم. نواب من عنده فرضا، هو اكيد ما يريد 10، يريد اكثر، بس يقول اذا ما تصعدون ذولا انا راح احرق للعراق. يعني هو هي يا اخوي العراق صار انه لك العلم عليك السلام، العراق صار لهم مو للشعب نفسيته، قاموا هم يجون من برا يتحكمون بالمواطن العراقي ويردون اللي هم يردون او ياخذون اللي هم يردون او احنا ضالين نتفرج. صار فلان صفقنا له، نزل فلان قعدنا وسكتنا، اجى فلان هو احنا الشعب هم بينصوص، ما لزمنا انه واحد لزم الثاني. خوات نعم. شكرا شكرا لك اخ يوسف. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ افل، بالنسبه للاحزاب، نعم، هاي تذكرني بالرئيس الليبي معمر القذافي. نعم. من قال يابا اني مو رئيس البلاد، اني مجرد زعيم. فذولا الشعب انطى رايه بالانتخابات هذه من طلع، و يعني انطى حجمهم يعني حجمهم بالشارع اللي هو يعني ما حصلوا على الاصوات اللي يردوها، ومع كل هذا وذاك يقول لك احنا منتخبين من قبل الشعب. يابا ما هو الشعب انطى رايه وبين للعالم بانه انتم منبوذين، لكنه يرجعون يقول لك احنا مع كل هذا ذاك انه تاثرنا وانه يعني الشعب هو اللي انتخبنا. استاذ افل، بالنسبه للانتخابات العراقيه، الانتخابات العراقيه تعرف كل زين هي انتخابات مرقوصه. ليش انتخابات مرقوصه؟ لانه ما موجوده قوانين التمويل، تمويل الاحزاب. يعني كل الانتخابات اللي جاي تجرى بدول العالم اكو قانون التمويل. هذه منين التمويل مالتها؟ التمويل مالتها من ميزانية الدولة. هذا يأثر على 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 المواطن. فما هي أصل الانتخابات ما لها شرعية، لأنه أنت هذه الأحزاب اللي جاي يعني تطول نفسها من ميزانية الدولة، يعني تسبب يعني تأثر سلبي على الوضع الاقتصادي. فمن غير الممكن يعني هو أصلا الانتخابات هي فاشلة. ف يعني اللي يحصل اليوم هو مو انتخابات، هو جني، انا اسميه جني للاصوات. يعني مو جني للاصوات وصوره، يعني هم يدعون ديمقراطيه، لا مو 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 مو, مو ديمقراطيه. الديمقراطيه اللي اسس مالتها صحيحه من انتخابات، من تمويل الانتخابات، لكنه من يكون تمويلها من الدوله، لا هذا 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 يعني شلون انت ما تقول الى تاثيره السلبي على حياه المواطنين. اخ عبد الرزاق، الديمقراطيه مو بس انتخابات، الديمقراطيه الشعب يعني هو تعريف الديمقراطيه يعني يحكم الشعب نفسه. راي الشعب وياك انا. نعم. وياك، لكنه اللي هم يعني اللي متبنيهم والاراء الفلسفيه ما يؤمنون بفلسفه الانتخابات، هم يؤمنون بآلية الانتخابات. فما يعني فكر ديمقراطي ابدا ما عندهم. دولة ناس يعني شو مثل ما تقول عندهم السلطه وبس. يعني هم اثبتوا ذلك اخ عبد الرزاق لما صارت مثلا الانتفاضات الست في المحافظات المنتفضه، ولما صارت اعتصامات تشرين وبعدها صارت ثوره تشرين، ولما صارت اعتصامات الطلبه في محافظه السليمانيه في كردستان العراق، اثبتوا انه لا وجود للديمقراطيه في كل مناطق العراق بالقمع اللي صار. اكيد اكيد بالفعل، اكيد اكيد استاذ افل. هم قلت لك هم عرفوا حجمهم من خلال هذه الانتخابات، من خلال الشارع العراقي. يعني هم اصبحوا يعني ناس منبوذين مرفوضين من قبل الشارع، لكنه مع كل هذا ذاك يرجع يراوغ. هم نفسهم يعني قالوا يعني
العامري المالكي غيره قالوا احنا في الشنة، احنا في الشنة بقيادة البلد. يا اخي انت لما تقر وتعترف بانه انت انسان. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك اخ عبد الرزاق. آخر كلمة قالها الأخ عبد الرزاق أنه اعتراف المالكي والخزعلي والعامري أنهم فشلوا في قيادة البلد. نعم هم فشلوا في قيادة البلد، لأنه هم أولا لا يعني ما قادوا البلد، هم دمروا البلد، هم هدموا البلد، هم ساقوا البلد إلى الهاوية. إيه هم لزموا البلد وبدل ما يحطوه بصف الحفرة ويعمروا، لا هم ذبوا بالحفرة وطموا فوقها همينة. لأنه من 2003 لليوم مؤشرات العراق دائما في نزول، اعطوني مؤشر واحد بتصاعد عدا الفساد. احمد بن سليمانية حياك الله. احمد انقطع الاتصال ويا الاخ احمد. فاعطوني مؤشر واحد اليوم بالعراق بنجاح، قلت لكم عدا الفساد والقتل والتدمير، كل شيء سلبي اليوم تلقوه بالعراق. جواز العراق أسوأ جواز بالعالم، وخرج من مؤشرات الأمم المتحدة. التعليم بالعراق خرج من مؤشرات اليونسكو. الزراعة ما عدنا، صناعة ما عدنا، تجارة ما عدنا، حياة ما عدنا، حياة كريمة ماكو، خدمات ماكو، مي وكهرباء وغاز ماكو، وظائف ماكو، رواتب ماكو، كل شيء ماكو. شنو اللي موجود اليوم بالعراق حتى المواطن العراقي يفتخر ويقول انه ذولا سووا لي شيء اروح انتخبه؟ شنو اللي قدمتوه للمواطن العراقي حتى يقول انه اروح انتخبه؟ يطلع لي هما وحمودي ويقول انتوا شبيكم زعلانين، انتوا عندكم ديمقراطيه ما موجوده باي بلدان العالم، انتوا تسالون البرلمان ايش قد راتبك؟ واحد يطلع لي يقول له لا بالله اكو نواب برلمان ذبهم بحاويات الزبل، اكو رؤساء دول كانوا يشتغلون زبالين ويقول وما زلت اشتم رائحة القمامة حتى ما يتعلى على الناس، اكو وزراء انحنوا لان اكو كهرباء انقطعت مدة معينة في دولة من الدول. واذا تريد اقول لك اليابان ظل نص ساعة منحني ما اعتذر للعالم، اكو وزراء تصير مصيبة يستقيل، طسة بالشارع إذا صارت واحد تأذى بها يستقيل من منصبه، يقول أنا ما أديت واجبي. شنو اللي أنتوا قدمتوه للمواطن العراقي حتى يروح ينتخبكم أو يروح يوقف وراكم؟ خلنا نحسبها. الشمال اللي صار بالأيام الأخيرة يثبت لكم أنه ما مرتاح، العركات على الحصة مال الموازنة العراقية يثبت لكم أنه أهالي الشمال ما مرتاحين، رواتب أثبتت الأيام أنه ماكو رواتب، حالهم حال الحكومة المركزية. زين نرجع نقسمها مثلهم، مناطق السنية المحافظات الستة المنتفضة 80% من الأنبار مدمر، 90% من النينوى مدمرة، ديالة تعرفون اللي صار بها، والتهجير مال القرى المقدادية الأخير يثبت لكم اللي صار بها. وين بعد؟ بابل نصها مهجرة، صلاح الدين نصها مهدمة، بعد وين أعطيكم؟ الجنوب شفتوا اللي صار بالجنوب لما طلعوا بثورة تشرين، وقبل يومين كانت الذكرى الثانية لمجزرة جسر الزيتون بمحافظة ذي قار بمنطقة الناصرية، بمدينة الناصرية عفوا. هاي مجزرة بمدينة، أكو مجازر صارت. شنو اللي قدموه السياسيين للعراقيين حتى العراقيين اليوم يوقفون وراهم ويقول لك اوكي انا انتخبك؟ بنيتوا مدارس، عندنا مدارس صينيه، بنيتوا مستشفيات، اليوم متصلين الاخ ضياء من الفلوجه اثبت لكم المستشفيات شنو بيها من مشاكل، اتصالات العالم تدق علينا وما تقدر تحكي ويانا يعني. غالب من كركوك حياك الله يا غالب. يا هلا مرحبا، هلا بيك يا غالب. من الخط من هواء؟ نعم جاي اسمع من التلفزيون. انت على الهواء اخويا العزيز. وين؟ مو على الهواء والله، على الهواء يا اخويا، انا قفل مقدم البرنامج ودعت شياك. ايه استاذ العزيز. نعم طلعت فلفة
لا مش الفن يعني صاحبك من الشركة الوحي وحا يسموه أخذت 30 ورقة طولي 29 عم ممنون. ومن 4 شهر الثاني 2020 لا يزال يقطعون مني 292 لحد الآن من يما تضربة شو صار كم مليون هاي 30 ورقة وخابرت عليها يقشبر عليها يقول لي راجع رافدين. لا لا انه براجع رشيد يقول رافدين يقول والله يا ابا لا عندنا حلم بهاي الشركة ولا ارتباط ويانا وهذا وهمي وحرامي. وزين قلت ما يخالف حرامي وزارة التقاعد شلون يقطع من عندي؟ قال ها والله ها قلت لا جاوبني. قال والله ما ادري ايش اقول قلت نقول طيب. وهمي وحرامي بس وزارة التقاعدية شلون كل شهر يقطع مني 292 صار 6 ملايين وكسور مال هاي 29 ورقة معقولة أستاذ العزيز؟ نعم قضية التقاعد قضية كبيرة وبها قضايا فساد كثيرة. أتمنى هيئة التقاعد العامة سمعت مناشدتك أخ غالب وتجيبك عول هذا الموضوع أو تؤدي واجبها بصورة صحيحة مع قضيتك. لكن أتمنى أسألك سؤال حول ما يحصل اليوم في كركوك يعني بعجالة. الوضع بكركوك شلون على نتائج الانتخابات وإعلان نتائج الانتخابات النهائية؟ انقطع الاتصال يا الأخ غالب من كركوك. شكرا جزيلا لك لاتصالك ببرنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام اليوم إذا تلاحظون عندنا مشاكل هواية ومن مشاكلنا الكثيرة لها سبب واحد بس أو سبب مشاكلنا الكثيرة واحد بس هي الأحزاب والكتل السياسية وميليشياتها. يعني هم دا يفتعلون كل هاي المشاكل لأجل منفعة. شوفوهم قبل 2003 شانوا وشوفوهم هسه ايش صاروا. رسائل الواتساب اللي وصلتني الرئيس صوتكم ايها الرافدين انتم التاج على رؤوسنا. شكرا جزيلا لك اخوي العزيز. السلام عليكم اخوان اي انتخابات اي شيء اقسم بالله العظيم لو يوجد اي دولة تدعمني بسلاح الان ادخل الى العراق وادخل للمنطقة الخضراء واحاربهم واقاتلهم هذول المجرمين الارهابيين اللصوص العملاء الخونة ابو علي النجفي وياكم. السلام عليكم أخي أفل. هم على رأي أبو ياسين ماخذين الحكومة قبالة والله ينتقم منهم ويرحم أخوتنا الشهداء أبو يحيى. حياك الله أخوي أبو يحيى. وأستاذ أفل دولة كل همها تبوق الشعب وتقتله وتحقق الحلم الفارسي حسبي الله ونعم الوكيل. أخوك سفيان حياك الله يا سفيان. أتمنى الشعب العراقي يرجع بالأيام اللي وراء ويرجع قبل 2003 أو أول ما إجا الاحتلال ويطلع صور مجلس الحكم الانتقالي ويشوف لي صورهم شون كانت كالحين ملحين ما بيجيبهم فلس أحمر. يشوفهم شون كانوا ويشوفهم هسه شون صاروا. اللي قام يلبس واللي قام يتهندم واللي قام يسوي عمليات تجميل واللي قام يسوي عمليات ما أنزل الله بها من سلطان بفلوس البرلمان العراقي. والسبب أنه هو يتوقع العراق ملك صرف للخلفو مو إله. مع الأسف أنه هم يدعون أنهم عراقيين ويخلون البلد يعيش بهاي العازة. مع الأسف أنهم يدعون نفسهم عراقيين ويخلون المواطن العراقي يعيش بعازة مثل عازة الأخ غالب من كركوك أو ضياء من الفلوجة. مع الأسف يسمون نفسهم عراقيين والمواطن العراقي ملاقي يأكل ويشرب. ومع الأسف وشديد الأسف أنه وصل حال العراقي اليوم أنه يعرض ضنال البيع بسبب العازة. ومع الأسف همينة لما يطلع لي واحد ويبكي ويسوي ما يسويه من تمثيليات بالبرلمان ودموع بس لأجل أنه يحصل له منصب لو كرسي لو وزارة. ولما يأخذ العقود وخلى المالات بالجيب الشعب العراقي بعد ما يهمه ولا يدير الأبال. مشكلتنا أخواننا الأعزاء هي بالكتل السياسية والأحزاب. أما من يريد حل المشكلة فأكيد حل المشكلة مو بيدي آني ولا بيد أمريكا ولا بيد إيران. حل المشكلة بيديكم أنتوا أخواني أعزاء. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله. باكر في أمان الله.